فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في بعض البلاد في أفريقيا يدعى أن هناك أرقاء، ويذكرون أن ذلك مثبت بأوراق أبا عن جد، فهل يجزئ شراء مثل هؤلاء وإعتاقهم في الكفارة؟ إذا كانوا مثلا بأيديهم هؤلاء الأرقاء وأنهم يبيعونهم ويشترونهم، فنعم يؤخذ بهذا، ما لنا إلا الظاهر نحن. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.